في مفاجأة من العيار الثقيل، ساعد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر ناظره في الاتحاد لحل إحدى أزمات النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله. وحمد الله البالغ من العمر 31 سنة لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة 3 سنوات ونصف قبل أن يفسخ مجلس إدارة مسلي آل معمر عقده بحجة سلوكياته المشينة. وخلال اليومين الماضيين صعدت الإدارة النصراوية القضية، حيث قدمت أدلة صوتية إلى لجنة الاحتراف تثبت تحريض نادي الاتحاد للاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال ارتباطه بعقد مع قلعة العالمي وفقا لوسائل إعلامية عديدة. وعلى الرغم من هذه القضية بين الناديين، إلا أن الإعلامي الرياضي هتان النجار كشف عن تلقي مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خطابا رسميا من نظيره في النصر بالموافقة على نقل كفالة حمد الله إلى قلعة العميد. وأشار النجار في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى أنه بعد نقل كفالة حمد الله إلى الاتحاد أصبح بإمكان اللاعب المغربي السفر خارج المملكة العربية السعودية. جدير بالذكر أن حمد الله واجه أزمة في السفر إلى بلاده المغرب خلال اليومين الماضيين، وبالتحديد أثناء فترة التوقف الدولي، بسبب أن الكفالة كانت لا تزال مع فريقه السابق النصر.